بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد الوائلي هو مصدري الأوحد حول وجود الإمام المهدي، ولم ولن أقبل أي رأي يخالف ذلك. في الحقيقة خلال السنوات 30 الماضية منذ أن كتبت المسودة الأولى لكتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاة الفقيه، والجزء الثاني منه اللي كان تحت عنوان الإمام محمد بن الحسن العسكري حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية. منذ ذلك التاريخ إلى الآن أكثر من 30 سنة تقريبا، وأنا أتحاور مع العلماء والمفكرين والمراجع و المثقفين حوارات يعني كثيرة، ونشرتها في كتاب اللي تحت عنوان حوارات أحمد الكاتب. وبعض العلماء عندما حاورتهم استمعوا إلي وتأثروا وغيروا آراءهم، مثل السيد كمال حيدري الذي كتب في البداية كتابا من 500 صفحة هو وتلميذه نذير الحسني في الرد علي، وعندما قلت له أنت راجع الأحاديث راجع الروايات وتأكد من عدها، فذهب وراجع واكتشف فعلا قال نعم صحيح، هذه روايات موسى ما تدل على وجود ولادة محمد بن حسن العسكري. وكتبت في كتبي يعني في هذا الكتاب وفي محاضراتي الكثيرة أن الدليل الرئيسي عندما آمن وأثبت وجود هذا الولد للإمام العسكري هو الدليل الفلسفي أو الدليل الاعتباري كما يسميه الشيخ الطوسي، أو الدليل العقلي البعض يسميه. يعني لم يكن هناك دليلا تاريخيا على ولادة ووجود محمد بن الحسن العسكري، بالعكس هو الإمام العسكري قال أمام الناس وأمام المحكمة أنه ما عندي أولاد وعندي أموال وراح أموت، يشعر بالموت كان تروح إلى أمي، أمي تكون هي الوريثة والوصية على أموالي وياعي وصدقاتي وما شابه. وبعدين جابوا أحاديث ركبوها أحاديث، قال فلان قال فلان عن فلان، أحاديث ما تسوي شيء يعني بسهولة يمكن فبركتها وتأليف الأحاديث، إنما هو الدليل التاريخي أهم دليل يمكن بإثبات وجود إنسان أو عدم وجوده، وهذا الدليل ما موجود نهائيا، بالعكس الدليل التاريخي ضده. يبقى الدليل الفلسفي الدليل العقلي اللي اعتمدوا عليه وقالوا بصراحة، حتى أن الشيخ الصدوق قال هذا الدليل اللي يسموه عقلي هذا مو عقلي، لأنه يقوم على مقدمة واحدة عقلية أن الأرض لا يمكن أن تخلو من إمام، وإنما والإمام يجب أن يكون معصوما ومعينا ومنصوصا عليه وكذا، هذه روايات هذه مو أدلة عقلية، فلا يمكن أن نطلق عليه الدليل العقلي إلا مجازا مجازا، ولا ما في دليل عقلي حتى. ومن الناس الذين بعد ما كتبت المسودة في الحقيقة سنة 92-93 نشرت أرسلت رسائل إلى حوالي 400 عالم ومثقف ومفكر من الشيعة في إيران والعراق والخليج ولبنان وهنا وهناك في لندن، وقلت لهم أنا عندي كتاب يتحدث حول ولادة ووجود محمد بن الحسن العسكري، والنتيجة اللي وصلت إلها هي أنه لا ما موجود، ماكو دليل على وجوده، فأرجو أن تناقشوا هذا الكتاب وتراجعوه. أرسلت إلى علماء مراجع، و أنا قبل ما أطبع أريد أن أعطيكم رأيكم، ومستعد أن أحرق الكتاب إذا أثبتوا لي أن هذا المهدي أو هذا الإنسان موجود بالأدلة المؤكدة، مو بالظنون والتأويلات والافتراضات الوهمية. ومن الناس الذين سلمتهم الرسالة يدا بيد هو الشيخ أحمد الوائي رحمة الله عليه، كان جاي لندن عند محاضرة في مركز الإمام الخوئي في لندن، ذهبت إليه وسلمت له رسالة قلت له أرجو أن جاوبني عليها. يوم الثاني سألته شنو جوابك،
كتب الجواب، والرسالة عندي حتى الآن موجودة في المخزن، أنه يعني هذا الموضوع المهدي متفق عليه بين جميع المسلمين وما حد ما يشك به بصورة عامة، لم يقل محمد بن حسن العسكري وكذا. وكنت أسمع أنه أحيانا يعني يتحدث هو عن المهدي وأحيانا لا ما يتحدث، حتى قال بعض الأخوة أنه نحن راجعنا محاضراته كثيرا ولم نعثر على موضوع حول الإمام المهدي. قبل أيام أحد الأخوة بعث لي رسالة وأقرأ لكم رسالة مالته لطيفة، وهو يعني ليس عالما ولا مختصا ولا مجتهدا ولا باحثا ولا شيء، إنسان عادي، إنسان عادي باني معلومته عن وجود الإمام المهدي عن طريق خطباء المنابر وبالذات الشيخ أحمد الوائلي. خلنا نستمع له ونستمع للشيخ الوائلي ماذا يقول بعد ذلك. كتب لي أحد الأخوة، ما أجيب اسمه لأنه ما يمكن ما يقبل، من كربلاء، هو أخ عزيز وربما يكون قريب أيضا من عندي. قال أستاذي الفاضل، يخاطبني، مشكلتي معك على قضية الإمام المهدي عليه السلام، ولن أقبل أي طرح أو رأي بعدم وجوده. يعني عندي هذا 100% مسلم وأكيد. وهناك أناس ثقات عندي شاهدوا الإمام وقدم لهم حلولا لمشاكلهم العويصة. طيب، فكتبت له جوابا، قلت له كيف عرف هؤلاء أو عرفت أنت أن ذلك الشخص الذي قدم مساعدة لذلك الشخص هو محمد بن حسن العسكري الذي ولد قبل 1200 عام ولا يزال حيا إلى الآن، والإمام العسكري قال ليس لي ولد، وأنت تكذبه وتدعي أنك شيعي؟ فأجابني بما يلي، قال لم يقل ليس لديه ولد، بالعكس قال لعمته ابقي هذه الليلة عندنا فإن زوجتي تلد فجر هذا اليوم. قالت لا تبدو عليها أثر، أي أثر الولادة. قال هو أمر الله، كما هو حالة مريم حملت وولدت خلال ساعات. شيخنا، هذه المعلومات سمعتها من فم الوائلي، والشيخ لا يختلف عليه اثنان، وهو عندي مصدري الأوحد. حاول أن تراجع نفسك، أخاف أنت متأثر بأحد مصدره غير دقيق، الله يهديك. فبالحقيقة أنا راجعت الجوجل، كتبت الشيخ أحمد الوائلي ولادة الإمام المهدي وقصة حكيمة، وطلعت لي عدة فيديوهات، واحد منهم كان في تاريخ مسجل عليه 94، يعني 1994، يعني بعد ما سلمت الرسالة وطلبت منه الاطلاع على الكتاب رفض. قلت له هذا كتاب موجود، أرجو أن تقرأه وشوفه وتعطيني رأيك، فرفض استلام الكتاب ورفض مطالعته يعني، وجاوبني هالجواب المختصر ودفع الشحن يعني. فأنا كنت أعتقد هو ما يتحدث يعني، ما عنده، ما كنت مطلع حقيقة إلى الآن عندما رجع، ما أدري متى وضعت هذه الفيديوهات، ولكن قبل ما أسمعكم بعضها يعني شوفوا شلون هذا الأخ عنده إيمان ثابت، لأنه الشيخ الوائلي عنده شارع بكربلاء اسمه شارع أحمد الوائلي، وهذا يعني عالم كبير وكذا وخطيب، فخلص إيش ما يقول يعني، من فإذا لا يختلف عليه اثنان. هكذا يصير تصنيم للأشخاص والمراجع والخطباء والمشايخ، أنا بعد كلامه كأنه وحي. والأخ يبدو ما عنده قدرة على أن هو يراجع ويقرأ ويبحث مثلا ويشوف الروايات الأدلة، يعتمد يقول بالعكس قال لعمته، كأنه هو كان جالس يم هذا العسكري وقال له راح يولد هذه الليلة هذا المولود. وهذه قصة معروفة، قصة حكيمة لم تكن موجودة في القرن الثالث الهجري، يعني خلال بعد وفاة الإمام العسكري الشيعة تفرقوا 14 فرقة 15 فرقة، لأنه لم يكونوا يعرفوا، شافوا الإمام العسكري انتهى وانتهت الإمامة معه، ولم يتحدث لا عن وجود ولد له ولا عن مصير الإمامة، فوقعوا في حيرة وسموا ذلك العصر عصر الحيرة، وراحوا يبحثون ويسألون ويفتشون ويحققون، لم يجدوا أي أثر ما عدا شخص أو
عدة أشخاص قالوا إحنا على اتصال به وإحنا شفنا الولد معلق وهو موجود ونحن وكلاؤه وسفراؤه ونوابه الخاصون وش عندكم حقوق وأموال وكذا أعطونا إياها إنا. هكذا كان يقول النواب الأربعة. بعد النواب الأربعة حتى النواب الأربعة لم يقولوا هناك قصة حكيمة ولم يروا قصة حكيمة حقيقة. روحوا شوفوا ابحثوا. إنما واحد من الغلاة الخصيبي في القرن الرابع رواه عن واحد عن واحد أنه هذه القصة كذا وكذا، وجاء قصة نرجس وشلون هذه جتي الزوجة الإمام علي هي بنت أحد الملوك في أوروبا وشافت بالمنام الإمام النبي والنبي عيسى والأئمة والإمام حسن العسكري وحبتها وخطبها النبي عيسى، خطب أو النبي محمد خطب هاي البنت من النبي عيسى وزوجوهم بالمنام، زوجة الإمام العسكري بالمنام وهي في إيطاليا مدري بروما مدري وين. ثم هي دبت نفسها بالأسرة وقعت وجتي وباعوها بغداد كأمة. ثم الإمام الهادي انتبه وعرف أنها هي موجودة وراح دزلها واحد واشتراها وجابها، ثم زوجها الإمام العسكري وجابت ولد. والقصة اللي ينقلوها أن هنا حكيمة، حكيمة عمت الإمام العسكري بنت الإمام الجواد، على أساس هذه الرواية عنها أن الإمام العسكري قال لي اليوم راح يجينا مولود، فقالت له من ما شوف على نسوانك أو إمائك وحدة عليها أثر الحمل؟ قال إيه لا اليوم راح يجينا مولود. من فلان من نرجس. فبدأت تتعاملها معاملة خاصة، تحترمها هي بالعكس وتقدم لها حذاءها قدامها وكذا، يعني جننتها لهذه الجارية. فبس ظلت ما في عليه، أنت حامل يا جارية؟ قالت لا ما أشعر بالحمل ولا حامل أنا. قالت لا مو راح تولدين اليوم. قالت شلون أولد أنا مو حامل أصلا. ولت معاها نايمة إلى الصبح بتفصيل، قاموا وصلوا وناموا وكذا وصار الفجر. وحكيمة شكت، هي تقول أنا حسب هاي الرواية تقول أنا شكيت أنه هذا شلون الإمام العسكري قال لي راح تلد هذه المرأة وما ولدت. فهو افتهم أدى علم غيب وقال لي لا يا حكيمة لا تشكي راح تولد. والرواية تقول فضرب بيني وبينها حجاب وأخذتنا غفوة وما شفت إلا المولود موجود. جبت المولود للإمام العسكري وين رحت نمت أو رحت للبيت، يوم الثاني الصبح جيت لم أجد له أثره أصلا، ما في كلام أحوله بالبيت. يا ابن أخي وين هذا الولد البارحة إجا بالليل أو الصبح اليوم؟ قال أخذت الملائكة، أخذت الطيور وطارت بي ودته ما أدري وين. فالقصة أسطورية بيها 50 أسطورة. إذا واحد يقرأ هاي القصة أنا عندي موضوع خاص عن الموضوع، 50 كذبة و50 أسطورة خرافية في هذه القصة، هذه يعتمدون عليها. هذا واحد من الغلاة بالقرن الرابع بعد ذهاب ذول النواب الأربعة اللي كانوا يدعون أنهم هم على علاقة بالإمام، رموا هاي القصة التاريخية، سموها التاريخية أنه هاي أدلة ولا قال عمته خلاص. بعد كما يقول هذا الأخ أن الإمام بالعكس قال لعمتي راح يجينا ولد اليوم وإجى الولد وما فيها أثر الولادة بكل بمعاجز، يعني معاجز كلها، علم غيب ومعاجز وكذا، أشياء عجيبة غريبة لم تحدث لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا الإمام علي ولا لأحد من الأئمة. بس يشبثون بهاي القشة، يقولون الغريق يتشبث بكل قشة حتى يثبت هذا. بس ما كنت أتوقع بالحقيقة من الشيخ أحمد الوائلي اللي أنا اطرحت عليه هذا الموضوع وقلت له لدي كتابي هذا الموضوع وأرجو أن تطلع على 93، فيلقي محاضرة بال94 بالخليج، ما أدري وين بالضبط، بالكويت ولا بالبحرين ولا بالإمارات، المكان يروح يجيب الخليج يلقي هاي المحاضرة. أسمعكم بعض المقاطع وهو يرويها عدة أشكال وعدة مرات، عدة محاضرات يبدو يروي هاي الرواية رواية حكيمة وما يجيبها بصورة كاملة، يقتطع منها أجزاء ويرويها بشكل مختلف كل مرة. استمعوا
استمعوا إلى كتبه أحمد الشيخ أحمد الوائلي وولادة حكيمة الإمام المهدي وقصة حكيمة، شوفوا المحاضرات اللي يجيبها شلون مختلفة حسب خياله، يعني كان يتكلم شنو يعجبه يقول، ومرة يزيد مرة ينقص مرة يحط كذا ويجيب. المهم هاي رواية قاعد تتطور عنده، ومع الأسف الشديد أنه هاي تصبح يعني وقياسات أنه مثل عيسى عليه السلام. من قال لك عيسى في لا مريم في ساعة واحدة حملت وجابت اتخذت مكانا قصية وراحت برا بالكهف ولدت، يعني المعاجز انتهت. النبي محمد كان المشركون يطلبون منه أن يأتي بمعاجز على بإثبات نبوته، كان يقول لهم خلص المعاجز الله جابها سابقا وكذب بها الأولون، بعد ما نجيب احنا معاجز. ومعجزتي الوحيدة القرآن. بس هالنظريات الخرافية كلها تقوم على أساطير، على خرافات وأساطير، ويسموها معاجز وعلم غيب وكذا، وكلها ما إلها أساس. غريب يعني احنا ما نعتب على بعض الخطباء اللي يعني يعتمدون على خيالهم أكثر مما يعتمدون على الحقائق التاريخية. الشيخ أحمد الوائلي معروف شوية، رجل مثقف ودكتور، وكان يتكلم بعلمية ويفسر آيات قرآنية. أنه يتكلم بهذه الطريقة في الحقيقة صدمني. أنا الآن أنا قبل قليل استمعت إلى عدد من محاضراته، وفعلا يعني تعجبت شلون هذا الشيخ بهذه الصورة يتكلم. خلينا نستمع إلى بعض المقاطع. فالمفسرين عندما يطبقون هذه الآية الكريمة على يوم متوقع 27/1/94، هذا اليوم المتوقع لا يمكن أن يتبادر الذهن إلا إلى اليوم الذي يكون فيه ظهور المهدي صلوات الله عليه. أولا الرواية تقول كان الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في شر من رأى في داره، ودخلت عليه عمته حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه، ظلت فترة في الدار ثم أرادت أن تخرج، قال لها الإمام يا عم بيتي أو باتي عندنا الليلة، أنا أريد منك أن يكون مبيتك عندنا هذه الليلة. قالت ولماذا؟ قال في هذه الليلة سيولد الخلف من آل محمد. يبدو المحاضرة في البحرين من خلال الملابس. الله به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. فقلت سيدي ممن؟ قال من نرجس. قالت أنا لا أرى فيها أثرا للحمل، أنا الآن كنت جالسة إلى جانبها ما عليها أثر للحمل. قال يا عم إن فيها شبها من أم موسى، يعني أن الله عز وجل أخفى حملها. تقول فمكثت إلى جانبها وصليت معها منتصف الليل، كانت تتنفل تقول بركعات، وتنفلت معها صليت معها إلى منتصف الليل ولم أرى عليها أي أثر للحمل. تقول حتى إذا قرب الفجر بدأت وبدأ معها المخاض، بدأت تتلوى بين يدي. تقول لم ألبث أن اشتد عليها الطلق، فأمسكتها إلى جانبي فلم تمض إلا لحظات حتى قامت عن الخلف من آل محمد. طبعا الرواية الموجودة في الشيخ الصدوق وغيره ممكن يروها أيضا لا يوجد فيها هذا الكلام، الشيخ من خياله دي يتكلم. وتقول ضرب بيني وبينها حجاب، وبعدين شفت الولد، ما شافت الولادة نفسها، وشافت الولد يقرأ قرآن وكذا، هو يجيب يقول سمعته، مو يقول هو دي يقرأ. أجيب لكم
يعني محاضرة أخرى إلهم نفس الشيء تقريبا بس بتفاصيل أخرى مع الأسف الشديد. وأمل الدنيا نعم تقول عمة الإمام حكيمة بنت الإمام الجواد استدعاني الإمام سلام الله عليه قال لي يا عمة ليكن مبيتك عندنا هذه الليلة وليكن إفطارك عندنا كانت صائمة. قلت لماذا؟ قال إن الله عز وجل سيسرك بخروج قائم آل محمد. تقول ففرحت فرحا شديدا ذهبت إلى البيت جئت بثيابي وأقبلت دخلت إلى دار الإمام سلام الله عليه وبدأت أتصفح وجوه نسائه وجواريه فما وجدت على واحدة منهن أثر الحمل إلا على نرجس رأيت في وجهها أثرا للحمل. يقول رأيت في وجهها هي تقول حكيمة رأيت في وجهها أثر الحمل مو على بطنها هي كان ما تعرف قالت أنا مو حامل. فالرواية الآن هاي أول مرة أسمعها الشيخ هو يبدو من ذهنه ده يختلق الشيء هذا حقيقة يعني كيف رأت على أثر الحمل سنستمع. تقول جلست إلى جانبها وحتى تنصف الليل قمنا معا توضأنا وشرعنا في صلاة الليل وبيت معها وبقيت معي بايتها بهذا التعبير بايتها تلك الليلة إلى أن أوشك عمود الفجر أن ينبلج وإلى أن صلينا الوتر. تقول داخلني شك فسمعت الصوت من داخل الحجرة يا عم لا تشكي فإن الله عز وجل سيخرج وليه هذه الليلة. يعني علم غيب الإمام العسكري كان عنده علم غيب ويجي يبرر بعدين بمحاضرته أنه شلون علم غيب في صحابة سنة يقولون كذا دليلك على الأئمة عندهم علم غيب من وين ما عليك بالآخرين روايات أسطورية عندهم أنت أيضا هاي روايتك مثل رواياتهم ولا مبنية على علم وعلى أدلة صحيحة وثابتة. يقول روايات كثيرة يعني عجيب يعني يتكلم شيء غريب يعني حقيقة بعيد عن المنهج العلمي والمنطق والأدلة. لنستمع إليه أيضا. يا عم إياك والشك وقد يقول قائل كيف علم بما في داخل نفسها خرج منها ونظرت إليه ووجهه شاخص إلى السماء وهو يطفح نورا وله ونظر في وجهه طويل أصنى إليك بأبصارنا شخوص الغريق يمرس. نعم على أي حال إذا كان الشيخ أحمد وائل رحمة الله عليه يعتمد على هذه الروايات الموضوعة بصورة متأخرة ويعتبرها روايات موثقة وروايات صحيحة فكيف يمكن الاعتماد على ما يقوله الآخرون ما يدعي العلم والاجتهاد. يعني عندنا مشكلة حقيقة ونحتاج إلى أن نتثبت ولا نعتمد على ما يقوله الخطباء. نقرأ كتب شوية بالموضوع. يعني الأخ الذي أرسل لي رسالة أنا أطلب من عنده بصراحة يعني شوية هذا كتاب موجود كله 150 صفحة يمكن الإمام محمد بن حسن العسكري حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية وخلي شوف الروايات الأدلة أنا جايب كل الأدلة الروائية والعقلية والتاريخية ومناقشها أنه هاي الرواية صحيحة ولا مو صحيحة مو نقدس هذا ما دام الشيخ الوائلي قال هالكلام فإذا أنا بعد ما أشك من فمي سمعت كما يقول هذا الأخ ولا يختلف عليه اثنان وهو المصدر الأوحد. يعني بعد لا يقرأ كتاب لا يسمع محاضرة أخرى لا يناقش وما مستعد يقول لم ولن أقبل أي طرح أو رأي بعدم وجوده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.